سلام يا سلام، وقفنا عند المهيه بناخذ مدله وشاهي نصحصح شوي ونتوكل على الله. سلام يا سلام حبايب والله، تخني اعطيك سالفتين هنا ذا الحين، ما فيها من الكذاب شيء، الكذاب ما فيها شيء. جيتك عام 90 انت معي زمان مبطي وين الكويت صارحين بالغنى. الله الله، ها صارح بالغنم مبطي الا ذا الاسد المطمر علي. اسد لا ترقد اني بعطيك السوالف ذا الحين. انا اقول شيء ما صلفت لي يعني الحين، بس اقول لك بعطيك سوالف. كم اسودين تدا السوالف المليحة والقصص. خوي راد بعطيكم قصة هنا فنانة جدا. يا الربع، كان في رجال يطول عمره السلام مبطي زمان، تزوج وارزقه ربي بعيال، وارزقه له بعد مدة طويلة، رزقه ربي يطول عمره السلام ثلاثة من الورعي. الله الله، وكان معه غنم، وحقين الغنم لازم يكون عندهم الله يكرمكم تسلب عاش، لا جاذيبه ولا جا صروق، ولا هو ينابح وينبه. الله الله، للرجال مع ذا الحلال في بيته الا جاء واحد يطول عمره السلامه من ربعه من نفس القبيله، رجال ما يشوف احد شيء، فيه زود وفي غرور. مشى ذا الرجال يطول عمره السلامه يبي يروح لل الشايب هذا تقاوم معه، اللي يمر عند الغنم من طحل السلب ذا ينابح ومع بندق، فعود رفع البندق اللي يمر طحل السلب فعود رماه ذبحه، فعود راح عند الشايب ذا راعي الغنم السلب راعي الحلال تقاوم عنده ولا عدر منه ولا قال له شيء. قال هذا الشايب يا اخوي ما عنده لا هزيز ولا رعد ولا عنده ظهر ولا عنده ورعين يوقفون ورعينا احنا اذا كانوا باقي صغار. الله الله، تقاوم عنده معود راح، جاء الشايب درى ان السلب حقها مذبوح، واللي ذبح المعذب اللي ضيفه اللي كان معه قبل شوي ولا عذر منه ولا قال له شيء. خذا يا اخوي في خاطره وانقهر، يوم ما على ورعينا يشد بالظهر ولا يقدر ياخذ حقه. مرت السنين لين كبروا ورعانه صاروا كبار، فعود جمع ورعانا الثلاث بدهم ريجي، قالوا يا أولادي أنا عندي، قال يا عيالي أنا عندي شيء ما برد في خاطري لا أسري. قالوا شو؟ قال جاني ضيفنا من ربع وذبحت سلبي، وباكم ذا اليوم تاخذون حقي تجيبون راسه تقطعونه. قالوا عنها يا رجال هذه سالفة مبطية منا، ما خلى اسحب عليه عشان سلب من ذا الكلام. قال جيبوا راسه يا ولد، جيبوا راسه، انا ربيتكم لغلت وريجي، اباكم تاخذون حق. قالوا يا ولد ماشي ورعان خايفين من رجال ذاك ولا ودهم تدير جدون سالفة المبطية. سكت الشايب راح من عندهم، سكت ذا الشايب خذها في جنبه ومشى. ومارت السنين الى يوم جاوا غزو قبيلتهم، يبغوا يغزون قبيلته الثانيه، غزو وكسب يطول عمره السلامه من الغزو الشايب ذا وعياله ناقه خلفه. الله الله، وقبل كانوا الربع كانوا قبيله يقفون مع بعضهم، اللي يبي يتمنحها سنه ولا كذا، جاء واحد من ربعهم قال ابي اتمنح ذا الناقه، أبا أشرب من حليبها، أبا أتمنى حسنة خلي عندي سنة وأرد لكم. قالوا ما هنا خلاف خذها، يقولون عيال الشايب ذا
وخذها طول عمره السلامة. يوم انتهت السنة وجو عند نهاية السنة قال نبغى الناقة حقتنا، قال مالكم ناقة، الناقة حليبها زين واتمنى حق سنة الثانية. يا ولد حدر سنت، قال الله يحفظكم. ورجع لبوه قال رجع عليه يعطيني الناقة، قال أتمنى حق سنة الثانية. قالوا رجع عليه يعطينا الناقة يا ابي، يقول ابغاها سنة الثانية. قال ابوه هما جيبوا لي راس الرجال يذبح السلب حقي. قال يا وش مالك يا شايب نظني قد خرف، يقولون الورع. مشينا من عنده عاود ومشوا. ومرت السنين جاء غزو ثاني، وراحوا غزو على قبيلة الثانية وكسبوا من ذا الغزو 5 ثمن الحلال من الغنم. وجاء واحد من ربعهم قال بتمنى هذا الغنم سنة وردها لكم، وقفوا معه. خذ هذا الرجل يوم انتهت السنة راح حوله قال انا ابغى الغنم حقتنا. قال الغنم حقتكم مالكم غنم، تعالوني بعد سنة ثانية بتمنى بعد سنة ثانية. يا ولد قال الله يحفظكم. فرجعوا لابوهم قال يا ابي راعي الغنم ايش اسمه اللي اعطانا الغنم، اي اللي اعطانا، يقول ابغاها سنة ثانية. قال هاتوا لي اللي ايش اسمه، هاتوا لي راس اللي ذبح السلب حقي. قال لا والله ليش هاي ابنك تخرف ما عاد يطب، كل ما قلنا شيء قال جيبوا لي راس اللي ذبح السلب حقي. هنا نوقف ونرجع ورا بداية القصة. الشايب هذا كان عندها مرة كانت بداية حمل وما كان يدري، وقد فكر طلقها وراحت المرة هذه طول عمر سلامة تزوجت من رجال، قالت أنا حامل وأبوك تستر علي وتسكت وما تعلم أحد. إن جالي بنت خلتها تروح لبوها، وإن جالي ولد بيكون معنا ونربي ويساعدنا. قال رجع ذاك خلاص تم. جاء المرأة هذه جاء لها ولد ورباه ذا الرجال، قده فارس ورجال هامة جرب ما أشوف أحد شيء، رجال شجاع ما يا ولد إيش أقول إيش أخلي، شباب الدير يخافون من ذا الرجال، كل ما قابله واحد ما طابله شله فوق مضربه في الأرض، كل ما قابله واحد ما إيش اسمه ما يداني شله فوق مضرب بالأرض ما حد يقدر عليه. جاء مرتن عند الغديد تخانق له مع واحد شله فوق ومضربه في الأرض على ظهره، ضامته هذاك الرجال ضامته في ظهره. والرجال هذا يدري ان الورع هذا مو بورح يدري بسالفته، قال ما يدمش قال يا قليل الأصل روح دور أصلك. فاعتزل الورع الرجال ذا عود راح لامه، قال يا امه من انا ولده؟ قالت انت ولد فنا. قال من انا ولده؟ قالت انت ولد فنا. شل الخنجر محطه في رقبته، قال والله لو ما تعلمني انا اذبح نفسي. قالت خلاص اركض 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 اركض، انت ولد فلان بن فلان اللي هو ايش الشايب ذاك ابو العيال اللي هو ولد من؟ ولد العيال ذولك راعيه اللي ذبحوا سلبه. شل الرجال هذا طعم السلامه قال ما دمه فين بوي فين ديته فين؟ قالت انا في الديره الفلانيه. شلها في الخيط عمر السلامه امتزها لين ما وقف الا عند ابوه لين وصل عنده. يوم جاء عنده رحب ذاك الشايب ما يعرفه ولا قد شافه، مرحبا يا ضيف الرحمن. قال الله يبقيك هيبه. قال بوك؟ متى انا ابوك؟ انا ما عندي الا 3 ايام. قال انا ولدك هيبه وابشر بسعدك. قال ورع من انت ولده؟ يقول امد انا ما عندي 3 عيال وما يدري الشايب. قال انا فلان بن فلان وامي فلانه. قال مرحبا رحب طول عمره السلامه. قلط على القهوه جاء الشايب عنده يسلم معه، قال يا ولدي فلان بن فلان سالفته كذا وذبحت سلبي وفي خاطري ما بردت لها سنين، وكلمت اخوانك ولا احد منهم وقف معي، وابغاك طول عمر السلام ادلهم تجيب راسه. فاعتزل الورع قال ابشر بساعتك. فين وديته فين؟ قال انا في الديره الفلانيه. وركب الخيل حق طول عمر السلام ومع البندق دز عليه ما وقف الا عند الرجال اللي ذبح سلبه. قال يوم راح له قال لقاها ايش اسمه عنده ضيفان وعنده عرب. قال يا فلان
قال يا مرحب اقلط. قال ما جيتك عشان اقلط، جيتك عشان اخذ راسك. قال ايش؟ ما مده يقول ايش يقوم معه. نقط راسه، لا راسه ينبرم عند العرب عند ضيوفه. جاء خذ راسه طول عمر السلامه مراح مشى ليه ما وقف اللي عندهم طش راسه. قال يبه هذا راس فلان بن فلان في تلبك، وما تهنى من يدسك في طرف. قال مد ابوه تعال تعال مجلس جنبه طول عمر السلامه مزهم اخوانه الباقي. نادى عياله طول عمر السلامه اللي شوي الله هو راعي الناقه اللي خذاها من عندهم. له جاي طول عمر السلامه قال هذه الناقه اللي خذتها من عندكم تمنحتها وخلاص ما عاد ابغى هذه هي. شوي للبعده اللي راعي الغنم جاي قال هذه الغنم حقتكم وخلص منها وهذه هي. خافوا من فعل الرجال ذا ولد الشايب ذا مع الرب الساس والجد اللي يطول عمر السلامه. يقولهم جاي شايبهم يقول ما عياله الباقي. قال ما يا شفت العرب خذوا حقك ولا قلت لهم شيء؟ خذوا حقك الحادر والساند ولا يشوفك شيء ولا حد يطالع فيك. الحكمه من السالفه يا الربع انك اذا ما صرت طول عمر السلامه حريص على حقك كلوك العرب ولا شافوك شيء. لا تاخذ حق احد ولا تخلي احد ياخذ حقك ولا تظلم احد. وحقك لا احد ياخذه. ان خليت حقك خليته خذه العرب والحاضر والبعيد والقريب ولا يشوفك شيء. وسلامتكم وان شاء الله السالفه ان عجبتكم وودعناكم الله. صالح واقفي عند المسجد صلي الجمعة. صلى الطائف انا ابو صالح واقفي عند المسجد. امشوا ما بعجب عينكم انا اخو محمد. شغل يا ولد قدري بفزع معكم قدري بدف معكم. الله يوفقنا وياك. الجميلة حلوة كيف؟ بغت تجمل ما انكسبت جميلة ولا دفيت ولا شيء. عن الشيوخ هذا هو الجدول اللي بنمشي عليه. هاللوحة اذا المطعم بنتغدى فيه ونبرد شوي نتجي على الالعاب المائية. لا بدأ حبة حبة حتعلمهم بشويش بشويش شوية 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 راح اسا 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 اخوان جو 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 يا خواف يا ضروك جو 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 الربع انا عندي ميزة ما ادري هي حلوته ولا ما هي بحلوة انه اي شيء افكر في راسي واي شيء ابغاه معي لازم اسويه ذا اليوم على طول ما ودي اجله بكره ولا بعد اسوي نفس اليوم ما ادري حلوته ولا ما هي بحلوه. بسم الله توكلنا على الله الالعاب المائيه لابسين وكاشخين انا والشيخ. طبعا بو فالح كيف تنزل في المسبح؟ كيف؟ يا سلام كيف كيف؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد خله يروح خله يروح بنهب وقعه علي الحرام يجيك امر ما قد جاك في حياتك. الله الخير محركين حلو المحزاب الى الالعاب المائيه توكلنا على الله. يلا نزل محركين حلو المحزاب.
مقطع حريشه يا اخوي. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب اخونا باكستان عقب ابو علي بغى يدخله في الصبه. الله يطول عمرك، يحب التصاور يحب المبسط ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 المنظر كيف. طبعا ما في احد معنا، ما في الا انه ياخذ الطايف اليوم. انا اتوقع هذا توقع كامل. اتوقع انا بعد انه راح يقفلون العاب المي بس. انا اول فعاليات شوفوا كيف. نلعب اللعبة هذه. يلا تعال طيب شيلها. والله ملعنة امشي معي مني. والله علمتك معلمة. المباراة ما في قسم معكم؟ لا ما ادري. روح روح انا بصورك. روح رجلك ورا، اصفق رجلك ورا هني في الصبة. لك فرنسا كم سكة؟ روح عجل، روح ما العرب بس اروح عجل. سلم مع الشباب. انا شباب انا بجربها كذا بالجوبه ماسك. يلا بسم الله. ما صارت لوك، ما صارت عقب يا رجال. اخو محمد على طول روح وانا عادي يا الله الخير. الرجال خرب عجبناه. ابو علي صفق راسه. والله هوب حرام مركبها. عانه عبد العزيز. بروح انا روح بروح انا بجيك معدل. بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا الله توكلنا على الله. روح لا بطيها افتح هذا. طبعا يا الربع في لعبه هناك يسمونها الطلقه اللي هذيك اخر وحده الطلوع لها بس اطلعها مع الدرجه بالك 12 دقيقه 10 دقائق يقولونها اصعب لعبه في العالم وانا ابو فالح بنروح لها ذا الحين نجربها يعني ما بدنا نجرب الا ما نروح لان تعب علينا مع الدرج وبنجرب هذه الالعاب هذه كلها. مشينا ابو فالح مشينا. لا هذا العلم اللي يونس والله. اي الله جاهز. جاهز الله كبير. هذه توكلنا على الله. روح
ابو علي مو قطبني 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 ابو علي مو ابو علي مو ابو علي مو ابو طبطي بطي بطي مقلب 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 شفت الله وجهك ثقيل انت ثقيل ثقيل اخو العيال ابو علي ابو علي مو راعي هوا مو ابو علي مو طلعت ثقيله هسك طلعت ثقيل كيف رايك ابو فالح ب... يا ولد لا بديت ابها شبت الحرب بيني وبينك كيف يوصل هذا شو 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 كيف يوصل ابوك كيف يوصل توكلنا على الله الواحد قهاء بسم الله انزل انزل بسرعة يا ويلك ويلا دم داك عز خدنا نبي على الحرام مركز ليه يود مكشوف انا اضرب على الجبل يود انت صافي والله ما يجيك شيء والله انا يا ولد بالنسبه لي انا بلعبها الله يوفقك ها روح معي روح معي بوقت انا بس انك انا ادعي لك ليه انت نبي داك طلع معي لا خليك معي فوق فوق قاعد العبها يعني وين انت بلعبها معي لا يعني اروح انا لحالي عندي هنا بصفر لك ليه انت طبعا طلع الربع 10 دقائق بروح لها وبيصور عبد العزيز من هنا اوه اله الله يا راجل عبد العزيز خلاص يدور النسم يا راجل اللعبه هذه انت بكرامه رجولك لازم تسويها زي كذا ويدك بعد لازم تضمها زي كذا اذا فكيت رجولك ولا يدك تنصلخ صلخ كامل انا ما دريت لزقت رجولي يوم قدي نازل كذا فبكي رجولي ابو علي فلحماز يا رجع لا اله الله وعبد العزيز يصيح من هناك بعد اللي بيموت لا بوريك المقطع بوريك فيه الله يسر عليك يا رب وما يسر لما قد شفت سعد سبوح تحداني اطور المسبح يعني 3 متر تعال اطول اتحدى تبا نقص التمساح نقص تاك هاي الشمس الدب المفترس يلا لا تمسح يلا لا لا انا ابغى الدب المفترس انا ابغى الدب ايش سنابة كاملة تحت الموية وإذا سويت؟ تعشيني أخسر أطلق مطعم في الطائف يعني قصدي ما أسويها والله ما تقدر واحد اثنين ثلاثة إجيك سكرة فتحها وروح على فوق بس لا لا ها والله شكل العشاء بيحصل يا رب انه يطلع يا رب يا رب يا رب يا رب الله يبيض وجهه قابلنا واحد الربع قال والله انت تلعبون هذه مجانا اعتبروها ضيافه من عندي الله يبيض وجهه كيف الجو يا ابو فيت فيت بعيد عني يا ولد الله الله يا سلام يا سلام يا سلام عزوز طبعا هنا توقف في المكان هذا طول عمر السلامة عندك تتحكم فيها تقدم تمسك فرامل تقدم بشوي تاب بسرعة تشوف تمسك فرامل تستمتع I'm gonna go
هلا هلا وروح بمطر وسحب. والله حن في قمة الوناسة، حن في قمة الوناسة. عزوز تموت، لا عزوز لا تخليني يعني تموت لا. أنا في أجبوك هاجز. لا لا يا سعد الله يلعب. تكفى يا عزوز، تكفى يا عزوز، بنطيح بنطيح. أبو علي أبو علي ولد روح وراه. السقفين قطع، السقفين قطع. لا بس ابي شكله ينقطع كذا نطيح على الصبه هذا. ايوه دي زين بس امانه يجي وزن. قوم قوم بس وقف وقف قوم وقف وقف. امي بقى بإذن الله وجهتنا طالعين من العاب المية متجهين إلى تيرا مول في الطائف. يقول مكان فيه مطاعم وفي كافيهات وفي مبسط وتوكلنا على الله. بإذن الله وجهتنا طالعين من العاب المية. الله يمسيكم بكل خير، كيف الحال طيبي؟ نعمنا وحلقنا. كيف يا أبو فالح حلاقة نعيمة ورب الكعبة أنها 10 من 10 الصدق. انا ورب الكعب انك ما طلعت في حلاقه صح. انا بحلف انا ورب الكعب انك ما طلعت في حلاقه صح. وانك علي نذرني شايفها وشايف الفرد ما ادري الاستشوار. هذا علي خليجه سقا سقا يا ابو علي سقا. وصلنا هذا المول انا ابو فالح، ندورنا مطعم نتعشى فيه، ندورنا قهوه قهوه وما بصد وما بصد وتمشايه ومقاضي دانا تمول. طبعا يا شباب جوا اللي كان طافي الله يبيض وجهه، زعلي واحد بشاحن الله يجمل حاله. قال يا واد اشحن لا ترد البطاريه يا قال والله ما ترد. بيض الله وجهه. ربع صورت صور هنا بالمراده في النوع كارته بنزلها لكم، مع انها ما لها لزوم بس بنزلها لكم. ربع صور